بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك سيموليشن توتوريال الخاص بماده تصميم باستخدام الحاسب الالي في موضوع الفاينايت اليمنت اناليسيس. ان شاء الله النهارده هنبدا نتكلم في الشابتر رقم 5، موضوع البليت اند شيب، وما زلنا شغالين في نوع من انواع الاليمنت هو عباره عن ال 2 دي اليمنت. في المثال اللي قدامنا احنا عندنا هنا بليت او بار، و البليت اللي قدامنا لها 2 فلت ومعرضه لاكسيال لود ومتثبته من الجزء الثاني، وموضح لك بقى الابعاد كلها بالمليمتر، حيث ان التي هي عباره عن السيكنس والدي هي المسافه اقصر ارتفاع بالنسبه لك اللي هو عباره عن 100 مللي، والبي هي المسافه اللي قدامنا دي سواء بقى فوق او تحت، و50 والدي سمول كانت عباره عن 50 هي المسافه بتاعت الجزء الثاني ده، والار هي عباره عن الراديوس بتاعت الفلت كانت قيمتها 15 ملم، والال 100 ملي حيث هنا 100 وهنا 100. الماتيريال المصنوعه من الستيل 190 جيجا باسكال 304. المطلوب نحسب قيمه الاسترس ونحسب معامل الامان، ونبدا نشوف احنا الكلام ده هنبدا نحله ازاي. كنا بنحل الكلام ده باستخدام المعادلات الثيوريتيكال، كنا بنقول والله ان الكلام ده الجسم اللي عندك معرض لاكسيال تنسايل او اكسيال تنشن، يبقى اذا انت تستخدم المعادله بتاعت السيجما تنشن بتساوي قوه على مساحه. طيب انت عندك بقى هنا بدا يظهر عندك فيلت، يبقى انت لازم يخش معاك عامل هو عباره عن مين؟ عباره عن الاسترسس كونسنتريشن فيلت. طيب بعد ما حسبت بقى قيمه الاسترس يبقى انا لازم اروح احسب مين؟ معامل الامان. يبقى اقول والله ان السيجما يلد على السيجما اللي انا حسبتها او السيجما تنشن، تقدر تطلع قيمه معامل الامان. تعال بقى نشوف احنا ازاي هنبدا نحسب الاسترس كونسنتريشن فاكتور. بنروح والله نشوف من المراجع اللي عندنا، هتلاقي فيه التشارتات، والتشارتات دي كل شكل زي ما احنا خدناه في السكشن اللي فات، كنا واخدين الشكل اللي هو بتاع البليت وفي هول او في تق، وكان راسم لك تشارت عشان تقدر تحسب منه الكيف. المره دي في تشارت ثانيه بالنسبه لما يكون عندك بليت والبليت معرضه للقوه تنشن. وقال لك ان الكلام ده عشان تبدا تحسب الاسترس نقول قوه على مساحه، حيث ان المساحه بتاعتك هتكون عباره عن التي في الدي. ده كده لو انت حسبت الاسترس الطبيعي بتاعك. طب انا عايز ادخل بقى عامل مين؟ الكي تي. يبقى انت عشان تدخل الكي تي تقدر تحسبه عن طريق التشارت، او تقدر تحسبه عن طريق المعادله اللي قدامك. المعادله اللي قدامك دي بتقول لك ايه؟ ان الكي تي بتساوي تقريبا البي افتح قوس الار على الدي، الكلام ده كل اس ايه، حيث ان البي والاي تقدر تجيبهم بدلاله الجدول اللي قدامك. انت عندك هنا المعطيات بتاعتك كانت عباره عن مين؟ الدي كابيتال على الدي سمول، اللي هي كانت عباره عن هنا قيمه ال 100 وهنا قيمه مين؟ قيمه ال 50. يعني لو قسمنا ده على ده تطلع معاك 2، يبقى اذا تقدر تجيب قيمه البي، تقدر تجيب قيمه الاي. وعندك هنا المعطيات الار ب 15 والدي كانت ب 50، تعوض في المعادله دي تقدر تطلع قيمه الكي تي. او تروح بقى للتشارت تقدر تحسب مين؟ العلاقه ما بين الكي تي والعلاقه ما بين الار على الدي. قيمه الار عندك ب 15 والدي ب 50، تقسم الاثنين على بعض يطلع لك 3 من 10. تقدر تروح للمنحنى بتاعك اللي انت تبدا تشوف، هنا قال لك ان الدي على 2 ب 2، وده 1.5 وده 1.15 وده 1.5 وده 1.1. احنا بالنسبه لنا لو قسمنا الاثنين ده على بعض تطلع لك 2، يبقى انت المنحنى ده اللي هتبدا تشتغل عليه. تطلع بقى قيمه ال 3 من 10 وتروح هنا لغايه ما توصل المنحنى وتقدر تجيب مين؟ قيمه الكتله. تعال بقى نشوف الكلام ده ما احنا نيجي نحسبه. اول حاجه تقدر تقول والله ان الاسترس يساوي قوه على مساحه 50 كيلو نيوتن على المساحه بتاعتك اللي هي عباره عن ال 50 في السكنس اللي هو عباره عن ال 10، تطلع معاك ب 100 ميجا باسكال، ده قيمه الاسترس اللي حصل عندك. طيب انت لازم تدخل معاك عامل الاسترس كونسنتريشن فاكتور، كنا بنقول لازم اروح احسب الكي تي من التشارت او من التيبل اللي قدامك، حسبناه عن طريق التيبل طلع معاك ب 1 و618 من 1000، وتضرب الكلام ده في قيمه الاسترس اللي هو قوه على مساحه اللي انت حاسبها ب 100، تطلع معاك قيمه الاجهاد الكلي اللي بيحصل على الجسم اللي قدامك عباره عن 161.8 من 10 ميجا باسكال او 89 من. طيب عشان نحسب بقى معامل الامان نقول والله ان السيجما يلد على السيجما تنشن، تروح بقى تشوف الماتيريال اللي انت مستخدمها ايه،
تشوف السيجما ايه اللي بتاعتها بكام وتقسمها على معامل امين تقدر تطلع لك الكلام ده. احنا حسبنا على الماتيريال اللي هي كانت عباره عن الستيل 304، كانت السيجما ايه اللي تقريبا كانت عباره عن 200 وكسر. حسبنا بقى الكلام ده طلع معاك بمعامل امان بي 1.27. تعالى بقى نروح على مين؟ على برنامج السوليد وورك ونبدا نطبق الخطوات بتاعتنا. اول حاجه هنروح نرسم شكل الموديل بتاعنا. هنروح اول حاجه على برنامج السوليد وورك وهنبدا نفتح بارت عادي وهنبدا نرسم شكل الموديل بتاعنا. نختار المستوى اللي هنبدا نشتغل عليه ونبدا نختار امر مستطيل، وبعد كده نبدا نعمل امر مستطيل تاني شكل تقريبي للشكل بتاعنا، ونختار امر تريم نقطع الحته دي، وبعد كده نبدا نديله الابعاد بتاعتنا. الطول ده كان عندنا عبارة عن 100 والطول ده كان عبارة عن 100، والجزء ده كان عبارة عن 100، والجزء ده كان عبارة عن 25، وده عبارة عن 25، والجزء اللي في النص كان عبارة عن 50. نبدأ نعمل الأمر بتاع الفيلت ونقول إن عندك هنا الفيلت بالنسبه للجزء ده والجزء ده كان عباره عن 15 ملم. خلصنا بقى الكلام ده، نبدا نعمل علامه صح ونبدا نعمل اكسترود بالسيكنس بتاعنا اللي هو عباره عن ال 10. ده كده شكل الموديل بتاعنا. نروح على المديول الخاص بالسيموليشن ونفتح الجزء الخاص بالستاتيك ستراكشر او الستاتيك. التمرين بتاعنا كان عباره عن رقم 25، وهنبدا نشتغل على التمرين بتاعنا ان السيكنس بتاعنا هنا سيكنس مش هيحصل تغير فيه، فاحنا نختار ال 2 دي. بنختار بقى البلين ستريس، بلين سترين، والاكسس سيمتري. نختار بقى مين؟ في الحاله بتاعتنا دي نختار البلين ستريس ونبدا نختار المستوى بتاعنا ونقول له السيكنس بتاعي كان عباره عن 10 ملم. نعمل علامه صح، يتحول الجسم بتاعي من 3 دي ككاد الى 2 دي اليمنت. تعالى بقى نروح اول حاجه نعرف بقى الماتيريال بتاعتنا. احنا عندنا الماتيريال المره دي اخترنا 304، حيث ان المودرن سوبر اسيست بتاعها كانت عباره عن 190 جيجا باسكال، واليلد سترينث كانت عباره عن كام؟ عن 206. الخطوه الثانيه نبدا نعمل تثبيت للجسم. نختار بقى ليه الايدج ده الفيكسد اللي عندنا، ومن عند الايدج الثانيه هنبدا نحط الفورس. طيب الفورس في الاتجاه الكومبريشن ولا التنشن؟ لا، هي عباره عن التنشن تعكس الاتجاه، ونبدا نعمل علامه صح. بنبدا نعمل جنريت للمش او كرييت للمش، ونبدا نسيب كل حاجه زي ما هي عشان نبدا نشوف بعد كده القيم بتاعتها، ولو انا عاوز اغير في المش اقدر اغير في المش بتاعي. بعد كده ابدا اعمل رن للمساله بتاعتي وابدا احسب قيم الاسترس. تعالى بقى احنا هنا ما حطيناش قيمه اللود، قيمه اللود كانت عندنا ب 50 في 10 اس 3، ونعمل رن للمساله بتاعتنا ونبدا نشوف النتائج. هنا بيطلع تلقائي فون ميسز، انا مش عاوز فون ميسز، انا عاوز دي هنا اكسيال او التنسايل او تنشن اللي هو عباره عن نورمال ستريس. عندي نوع من انواع النورمال اللي هو التنشن في الاتجاه بتاع الاكس، وابدا اعمل علامه صح وابدا اطلع قيم النتائج ده. تعال نبص بقى على النتيجه بتاعتي. قال لك ان اعلى ستريس عندك هنا بيحصل عند 160.3 ميجا باسكال، ده بالنسبه للماكسيمم او بالنسبه للنورمال ستريس. الكلام ده احنا حسبناه بالحل المعادلات، طلع معانا بقيمته بكام؟ ب 161.8، وده طبعا حل مقبول جدا بالنسبه للمقارنه ما بين الفاينات اليمنت وما بين الحل باستخدام المعادلات. تعال بقى نشوف قيم الاستطاله، طلع معاك ب 8%، وقيمه الاسترين طلع معاك 1 من 1000. ولو انت عايز تشوف بقى معامل الامان تقول والله الفاكتور اوف سيفتي بيساوي، وتقدر تحسبه عن طريق الماكسيمم نورمال ستريس، يطلع معاك ب 1 و2، وده نفس الكلام اللي احنا طلعناه بالحل السوري.
تقدر تشوف بقى الكلام ده انيميشن لو احنا عارفين، لو عايز تعمل بقى انيميت للمسألة اللي قدامك او تشوف الشكل اللي قدامك، ادي عندك الشكل اللي قدامك اهو. ولو انت عاوز تظهر اعلى اجهاد عندك نظهره من التشارت اوبشن، نقول له عايزين نشوف اعلى اجهاد فين. طبعا اعلى اجهاد بيظهر عند مين؟ عند الجزء الخاص بالكيرف اللي عندك، او ده نقطة العيوب توزع عندها او يتمركز عندها او يتركز عندها الاجهادات. نبدأ نظهر المش بالنسبة للمسألة بتاعتنا. لازم دايما تشوف وانت بتشوف النتائج تشوف شكل المش اللي انت عامله قدامك. احنا كده عملنا تمرين تاني عن موضوع ال 2 دي element، واتكلمنا باستفاضة عن موضوع الستريس كونسنتريشن فاكتور، وازاي نحول اي مسألة قدامنا او شايفين المسألة اللي قدامنا ده حولها ك 2 دي element واشتغلنا عليها ونطلع نفس نتائج باستخدام الحل الثيوريتيك. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهاردة، وان شاء الله نلتقي في تمرين اخرى.